طيب نروح لخبر تاني بقى. المرة دي عايزة أبارك لمين؟ لمريم أبو زهرة. مريم أبو زهرة هي حفيدة الفنان الجميل جدا حبيب الكل عبد الرحمن أبو زهرة، وهي فازت، أنا ببارك لها لأنها فازت بالجائزة الأولى في مسابقة بيوتي، صح؟ بيوتي الدولية للعزف على الكمان، وفين؟ في إيطاليا. كمان حصلت على جائزة التميز كأفضل عازفة من لجنة، يعني دي جائزة لجنة التحكيم. عايز اقول لك كمان ان مريم الحقيقه كل ده ما شاء الله الله اكبر يعني، بس هي لسه صغننه جدا يعني عندها 16 سنه. استعادت المسابقه كويس جدا جدا، كانت بتتدرب بالثمن والتسع ساعات يوميا لمده اسابيع مع اساتذه الموسيقى، والحقيقه كانت كمان مش بس في مصر، كانت بتتدرب في جامعه فيينا للموسيقى. يعني مريم وصلت للنهائي ده مع 3 بس من أصل 300 متسابق، كلهم اتقدموا للمسابقة من جميع أنحاء العالم. صرح رئيس لجنة التحكيم قدام الجمهور بأن مريم رغم سنها الصغير فهي موهبة فذة، ده كلامه، وهتفرض اسمها على تاريخ الموسيقى العالمية. يا سلام، بكل تأكيد. كلام كبير قوي، كلام كبير قوي يا مليون. جماعة، نفسي نستضيفها لازم ونستمتع ونسمع بقى يعني القطعة الموسيقية بتاعتها وعزفها، لأن الناس كلها بتقول تحفة. أنا ما صادفنيش الحظ يعني إن أنا سمعت لها حاجات كتير، عايز أتعرف عليها، عايز أسمع لها حاجات. ما صدقنا إن في حد مصري وصغير قوي كده زي مريومة يعني يعمل لنا جوائز عالمية. خبر يفرح جدا. طيب.